هو الخر أسرع كمان. هذا الكرسي ما يقدر ما يزال. هو بيكون هيك أصلاً عاد أنت سكر حتى يوصل. هاو فلو رح أقول لك سمعت زعيم لا. شكله بس عم. شكله بس عم حالته. لا لف مع العالم لا يطلعوا هيك لأنه صار عندهم بعدين لا بس هي في الغد بس هي قوية جدا بكرة بشوفها. ما المشكلة أنا إذا فتحت هوب أن كل واحد أخذ له غد برمجة جديدة لما أنا بدي أجي أخيم مشاريعكم تكون عندي كل الفلوس اللي عندكم إياها أنتم. So it becomes يعني عارف. مرة واحدة عملتها بالزبنات وندمت لأنه بين كل بستان الزهرة وهذا طب خلص فانتو انويز روح طلعوا هلا شمال طب هلا بعطيكم كل هذا معناته عشان تطلعوا في وراح نشوف السكس هو انا بدي يجاوب عشان اوجده شو بدي اياه خلص هي صدمة ولا لا بس بدنا نعرف ايش بجد خلص تمام يعني اي سايت ثاني بيجي بس
طب كنا حلوين قبل شوي لما كنا على ال W3 Schools. وين راح W3 Schools؟ هيا بتيجي للطيارة. ده مش كده الموقع. بقول ايش؟ بيفتح الموقع مش ايش؟ تحسين انه تحمل ممكن شو كيش CNN لا كله بفتح يعني وبي يعني بسرعة قصوى هاي لحظة بقول لك الموست بقول لك most of the modules are the most modules are written in Perl. Some uses XS and extension in C. Okay, so it's very simple. بس يعني in general معظم الناس استعملته كان كله مكتوبين بال Perl. مش هاي إشكالية. Perl أو XML Sex. لا هذا أنا بيرك شغال على البيت إيه يعني تبدأكم إياه إنه أنا عارف بيجي الموديول مع methods you just need to use the methods بس عم بدأ أوجيكم الميثودز the arguments they take and so on constructor destructor طب هذا اللي مع الكود معناته I will show you an example and then we can have a look. هلا أنا اللي شغال عليه نكتب. Okay, it's a good thing. خلنا نعمل ما يجاوب أخينا بالله. حنروح. هلا أنا الفيرل بشتغل عليه اسمه Active Perl. روح على www.activeperl.com. Active Perl طبعاً بالفيرل المصاري. بس شو منه فيرجن ببلاش اوكي وصل اندستري ستاندرد هلا في ستروبري بيرل حكى عنها عبد الفتاح اتس اوكي انا اي دونت مايند يعني بالاخر هم نفس البيرل يعني سيم بيرل ديفرنت فليفرز اذا كيف اللي ديفرنت فليفرز بس الكور از ذا سيم في اكتف بايثون للبوب بايثون في اكتف تي سي ال سمعت تي سي ال اكي عشان تعملوا الويندوينج اوكي كل الرجال بدها كل الرجال انا بعرف التيكي التيكي هي الويدجت لان البيرل كان لغه ما كان لهاش ويندوينج يعني تعمل ويندوز تحط له بطنز لا بعدين ضافوا لها ففي اسمه بيرل تيكي اكشلي بس عندي الاكزامبل بقدر اشوفكم اياه على ال لا شو كان اي دي اي لك انا دي اي كان بلد ويندوينج اوكي عملت مشروع برا الفوتس الادويه فكانت على الكيرن. Anyways طبعا انزلوا تسكروا داون روحوا على الداونلودز ونزلت هاي داونلود اكتف بيرل حجمه مش كبير 27 ميجا الحجم هلا بعض الانستليشن صفري 200 فبدك 200 على 60 روح اعملوا داونلود اي داونلود انتوا عندكم اظن اي اكس 86 اوكي لا لا ما بصير 64 هذا 32 بس 32 سو اتس سمبل فبتروح عندك على الويندوز بعد ما تعمل انستليشن كله نيكس 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 مش شيء ستريت فورورد وجاوب بيس على كل اسئلته اوكي بس عشان اعطيني مصاري لا انا قلته اضيف حالي على الفاريبل فاريبلز باث يس اعمل لك ايكون يس اوكي فتعال تيجي تلاقي عندك عسير عمل لك فولدر اسمه بيرل هاي شايفينه فهو جواته في طبعا سب فولدرز تعال على البيرل رايت كليك قول له اعطيني الحجم يعني على ما اذكر 200 وصل حجمه
So you have to have بعثية على الأقل 200 اللي تسلك حالك. أو ولا حتى 121. هلا لما بيجي عندك الكيرل طبعا اول كمان كده بفتح لك اول كمان شيل هيك اذا كنت جاوبه يسع كل اسئلته بحط حاله بالانفيرمنت باث بصير يتعرف على حاله قول له كيرل داش في في بربوز قول له انتر بقول لك انا فيرجن 5 فيرجن 16 صار فيرجن 3 هاي الفيرجن 5.6.6.3 اللي هي اخر وحده اوكي فهلا كيرل بكون شغال عندك ناو اذا بدك تعمل لما بدك تقرا الاكس ام ال فايلز بدك الموديولز الموديولز ما بتنزلوا نيتفلي ما اوكي بدك تنزلهم هلا الجود نيوز انه عشان تعرف شو عندك انستولد اس باكجز صرت اقول له كلير على الويندو اقول له بي بي ام بي بي ام ليست بي بي ام اللي هي بيرل سوري بي ام ام لو ولا بي ام اظن حام بي ام بيرل باكج سوري بي بي ام بيرل باكج مانجر بي بي ام ليست بيعطيك كل الموديولز اللي نازل عندك مع الكيرل تدخل امسح سوري الانستليشن بي بي ايزي اه ايوه عندك كل هذا راح تلاقوا اكسبل ساكس عندي عندك مش نازل اكسبل ساكس خليك معي انا لاحظوا ان الفاكج عندي ليس مرساك انت ما راح عندك اياها انت يريد انستول ان وان سنجل كوماند هذا بدك اياها هلا او ليس بالباسر ربما بكون نازل عندك اللي بنزل نيتفلي هم الباسر والسمبل اكس ام سمبل هو برضه باسر للاكس ام ال بس انا بدي ساكس حاليا وبطلب الباسر للدوم والدوم برضه مش نازل هاي الدوم مش نازل عنده بدكم تنسبوا هكا شو بدي كوكلي اوف ستولت طبعا بتكون شبك على النت اللي هو بينزل لانه اتس فري باكج بينزله هو من النت انا حطيت لكم اياها كتبتها جوات الفولدر ساكس تعال هون هاي باكج انستول شايفين ما حصلها؟ قلت له بي بي ام انستول اكس ام ال كوت تو كول سبارس تو كول في احلى من هيك عمل لك كوتر سي تعال هون بس انا طبعا مشكله نازل عندي خلينا نعمل كلير قول له رايت كليك بيست اوكي هلا انا راح اقول لي نثينج تو دو ايش؟ لا هي مش موقع النت لحاله بيحاول بس انا راح اقول لي نثينج تو دو لانه نازل عندي انا فهو بشيك بقول لي انت نازل عندك انت تروح نازل عنده It takes 5 حسب سرعة النت طبعا عندك بالبيت بس it takes 4 5 to 10 minutes هو مش بس installation بيعمل كل شيء بنزله بفكه بيعمل installation so no missing package انا عندي عندك رح يكون missing بتلاقي بعد نزل لك اياه حجمه اظني 50 كيلو مش شيء كثير يعني بعدين فرطه بعمل لك كل الانستليشن لل executables ولل documentation in case you need documentation هلا كيف هلا انت ما بتعملش شيء لما بعطيك انا اكزامبل اعمل له رن طوال يقول لك شو اللي ناقصه قول له في بي ام ستول وحتى بعد مرات ممكن الاسم يكون مش واضح فبتنسخ الجمله بتحطها على جوجل بقول لك هي الكومنت صوت هذا الباكج لما بعمل سيت فانكشن انت بتعرف اي باكج بيجي صح؟ فبقول لك على جوجل بقول لك بدك هذا الباكج فبتحط له بي بي ام يعني بيرل كرول باكج مانجر بتعطيه طبعا بدك هي الكومنت ستول في ريموف هات نعملها اظني حدا عمل له ريموف عمل له ريستور عشان تشوفوا بي بي ام ري خلينا نعيدها بي بي ام ريموف والانستول لازم هقيم الليب اكس ام ال معناته بقول لك عشان تقيم البيرل ساكس قيم الليب اكس ام ال يبقى بتقول له بي بي ام انستول زي ما انت شايف فوق lib xml dash curl بس انا خايف اعملها يا شباب بدي احرر يعني عرفتوا كيف ها ريموف باكج حط باكج على راسك تلعب زي ما بدك فبس بدي شيء اوكي هلا انا لما عملت البير ساكس اول شيء حطيت البي بي ام انستول اكس ام ال ساكس بعدين قلت له lib xml شو المشكله؟
أو إذا تحولت لينكس عليه. المشكلة باللينكس إنه كل باكيج بيجي لحاله. أوكي؟ بحط أول باكيج. ولا أنا ناقص الباكيج هذا. حضر الثاني. ولا أنا ناقص كمان هذا. بالضبط عشان تحط باكيج بدك تجيب العشرة. هلا الحلم الويندوز لما تقول لك في ام انستول البيرفكس بجيب الموديول هذا وكل الديبندنس تبعته بنزل لك اياها مره واحده فهو بريحك. فانا عشان منع عندكم ليش؟ قلت يا ولد خلص استخدم اللينكس. اوكي؟ بعدين المتعه باللينكس اكبر صراحه لانه بدك تحط اللي بدك المينيموم اللي بدك اياه لانه هذا عباره بنزل لك كل شيء اللي انت بحاجته انت مش بحاجته بس بنزل لك العلاقه اللي بدك اياها. فهذا هو نزل بترفعه شو نزل لي الاكسنال ساكس بتلاقي ساكس ولب اكسنال اللي هو بعرف انه ساكس ديبند على الاكسنال وبعرف الاكسنال بدها الاكسنال باسر هو بعرف الديبندنسي بنزل كل التري فبريحة. طيب شوفوا الاكسامبل شو بتركم اياه. انا زيت اتعامل مع اكسنال فايل ابو 50 سطر لأنه هذا شغل صغار صراحة. جيت عنا بعرفوا بتعرفوا إنه أنا عم بفتح زملاء بنشتغل بشركة برام الله إحنا هي شركة تعمل أوت سورسنج لشركة أمريكية. إحنا مجال عملنا مجال السمايك كوندكتر كونستراكشن اللي هي تصنيع المايكرو كنترولرز هي بيدخلوا بكل شيء. الإندستري تبعت السمايك كوندكتر هي أكثر إندستري بتعمل ديتا هي والفارماسيوتيكال. فعشان هيك راح تلاقي الاكسل فايل عندي في واحد حجمه 30 ميج وواحد حجمه 255 ميج وهدول يعتبروا صغار. يعني انا بتعامل مع اكسل فايلز حجمه 4 جيج الاكسل فايل. اذا الاندستري اللي عملت 23 جيج 4 جيج بس ما هو المشكله مش حجمه كمان البروسيسنج هلا هلا اذا بروسيسنج سيريال زي الساكس ما عندكش مشكله. اذا دوم انا امبارح عملت الدوم رفع لي وجري صاروا لي اوت اوف ميموري عندي 2 جيجز راح 2 جيجز على الدوم وراح اوريكم ليش حكيت زي ذات. بس انا ويز رح تشوف انه الساكس كثير سهل. هذا الباسر هلا هذا الباسر لاحظوا البيرد بصير بتطلع في الايفون منظرها هيك هي منظر على اللي بعد تطلع على البيرد لما شفنا على الاستريشن. فالاكسشن هو دوت بي ال بي ال ال بيرن لانجويج. رح تلاقي في بي ال في بي ام. بي ام هو بيرن موديول بكونش اكزكيوتبل ممكن بس يعني مش معمول يكون اكزكيوتبل بتلاقي اللايبرري فيها فانكشنز وبي ال هو اكزكيوتبل عاده اذا بدك لايبرري يو انكلود الدوت بي ام جوات الدوت بي ال. بس مش بدنا نعمل بي ام اكزكيوتبل بس يعني صفط عوش صراحه. البي ام از بيرن موديول والموديول از نوت ان اكزكيوتبل. فخلصت صاحبنا هذا على اوكي. اللي بعدكم يونكس شال سكريبتنج تعرف انه اول كوماند انكلود هي الباث تبع اكزكيوتبل كيرف عشان لما تعمل له رن هو بنادي الكيرف اللي موجود في اللوكيشن الثاني. ماينس دبليو يعني مع ووردنجز اللي بعد جاي من الخفيف لينكس يو نو وات ات از. هلا انا ويز جاب اجابه لو هذا يو نو يو هاف اندرستاند في هذا في كان يوز الكي وورد يوز اور ريكواير بالجافا اكس ريكواير اي ثينك ولا انبوت هو يوز بقول له اكس ام ال بارسر بير ساكس. هلا انت لما اذا انت مش حاطط البير ساكس اول ما تعمل رن بقول لك انه ما بعرف شو البير ساكس اتس سوري. اوكي فانت بتروح بتدور على جوجل بقول لك البير ساكس بدك هذا الباكج فانت بتعمل بي بي ام انستول زي ما قلت لكم قبل شوي. اذا بدك تعرف كل الكوماند بخذها بي بي ام اقول له بي بي استنى احكي بقول له بي بي ام هل بقول لك كل الكوماند في هي بي بي ام انستول بعد ما بدك تقول بقول انستول بس انت تعمل له ابجريد طلع من الفيرجن الجديد يا تعمل له ريموف بعدين انستول الجديد يا بتقول بي بي ام ابجريد. بي بي ام اريا انت بدك تغير اسمه ال
الريبوت تتغير الريبوزيتوري، لأن أنت تكون شارك باي ديفولت على الريبوزيتوري تبع سيتان أو الأكتيف ستيت أكتيف كيرل. ممكن غير الريبوزيتوري أنت عبارة عن على الريبوزيتوري تشرب الريبوزيتوري عبارة عن مكان تشرب على موديولز بس ليش بدك إياه؟ فأنت تروح على جوجل بتقول له أنا بدي هذا الباكج، بقول لك بتلاقي هذا الريبوزيتوري، فبتيجي تقول له كيف كان يو كان تشينج يور ريبوزيتوري بالاد والواتيفر. وان اوف ذيس كوماندز بلعبهم مش كلهم صراحه، انا ده انا بدي اياه بلاقيه بالاكتف كيرل، بس اذا لقيتوش بغير الريبوزيتوري. والبي بي ان اذا حطيت بي بي ان كيوي بيجيك مع كيوي اذا بتحب الكيوي. انا بحب الكوماند بالبي بي ان حتى غير كيوي. فاشرح هي البي بي ام كيوي طلع عليه نفس الشيء اللي تعمله بس تعمله عن طريق كيوي انترفيس. شايف؟ صح لك. انترفيس فور ذا باكجز. طبعا بعوض اجيبهم من باكجز. اني ويز اذا بترتاح مع الفيجوال ستاف اظن حتى يو كان سيلكت مور ذان وان اند جو تو اكشن وبتقول له انستول. شو لمته بحالي هلا انا دخل لي هذا هلا اول شيء بشبك على الوصال اللي بشبك على النت بشبك على الريبوزيتوري تبع الاكتف ستيت. اذا نزل ستروبري عم فتح كومبي بشبك على الريبوزيتوري تبع الستروبري. في واحد من شبابنا بتعامل على الستروبري اي بير اللي حلنا احسن